خلينا نسمع ونشوف جزء من كلمة الرئيس بعد إذنك في هذه الجلسة الحوارية اللي كانت بعنوان التحول الطاقي وتأمين الإمدادات وخفض الإنبعاثات. خلينا نسمع ونرجع نكمل الكلام. تصوروا إن إحنا في مصر أيضا كان عندنا بنفقد حوالي ما يقرب من 9 إلى 10 مليار دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق اللي موجودة في الدولة المصرية. على خلال 7 سنوات أيضا أقدر أقول بمنتهى التواضع إن إحنا قدرنا نتغلب على هذه المشكلة. بس إحنا أنفقنا أموال ضخمة جدا. والحقيقة يعني يا ترى كان هل النهاردة مؤسسة التمويل وهي شايفانا وإحنا بنعمل ده كله كان عندها استعداد إن هي تدينا تمويل منخفض التكلفة عشان تراعي الخطة أو التعهدات اللي احنا عملناها ننفذها بالفعل؟ ده سؤال أنا بطرحه وبسيبه كده، والكلام ده ينطبق على مصر وينطبق على أفريقيا. إذا لم تتوفر التمويل اللازم للدول اللي هي منخفضة أو الاقتصادياتها متواضعة، ودي كلمة يعني مهذبة، يعني أنا بتكلم عن الناس اللي اقتصادياتها صعبة، هتعمل إيه؟ احنا قلنا في مؤتمر باريس في 2015 ان في 100 مليار دولار هيبقى يتم ضخهم لصالح يعني الطاقة والمناخ وكلام من هذا القبيل. واحنا قلنا لو الكلام ده تحقق بالفعل، احنا بنتكلم النهاردة من 15 للنهاردة يعني حوالي 8-9 سنين لم يضخ اموال بالقيمة ديت طبقا للتعهدات اللي تمت. بمنتهى الصراحة، بمنتهى البساطة، بمنتهى السلاسة يعرض الرئيس في هذه الجلسة الحوارية جزء من مشكلة كانت متعلقة بمشكلة الطاقة وإزاي الدولة كانت بتخسر تقريبا من 9 ل 10 مليار دولار سنويا إلى آخره.